بالقفطان المغربي ولا الجلباب الرجال بالجلباب المغربي والنساء. دونك هذا تنوع كبير خصنا نفتخروا به ونطوروه فوقاش كتكون عنده قيمته، هو فاش كيكون من داخل المدرسه قيم النبيله من اجل المغرب، تلميذ المتعلم والمتعلمه يتسلح بالهويه المغربيه. اليوم مؤسسه النور جوج تحتفل بالتراث المغربي، لماذا هذا الاحتفال؟ من اجل ترسيخ المتعلمين والمتعلمات القيم المغربية ويكتشف الهوية المغربية لكل مغرب بمكوناته وبتنوعه الثقافي وعلى المستوى على كل المستويات. هذا تلقى مجموعة من الدروس في الأقسام ديالو النظرية، كندوزو للجانب التطبيقي عبر مجموعة من الأغنيات، مجموعة من المسرحيات، مجموعة من الأنشطة اللي يمارس يعيش هاد التلميذ هذا الجانب العملي التمغربي ديالو باش يمرتبط بالوطن وبالحب ديالو للبلاد باش يكون دائما في خدمة هذا الوطن. كنحضر اليوم كنشكر مؤسسة النور التعليمية اللي حضرت لهذا الحفل البهيج للتعريف بالتراث المغربي، وأنا حاضرة بصفتي ولية أمر تلميذة فاطمة الزهراء اللي صدرت بالسنة الأولى إعدادي، وهاد البادرة اللي اتخذتها المؤسسة هي بادرة جيدة للتعريف بالتراث المغربي الذي هو يعتبر تراث غني من ناحية التاريخية والحضارية والفنية، بحيث كان نوجدوا تقاليد متنوعة في جميع أنحاء المغرب من الشمال إلى الجنوب. رغم ذلك كان هناك اتحاد في التاريخ، وهذه بادرة للتعريف بالحضارة، لأن على حسب المقولة من لا تاريخ له لا حاضر له. احنا اليوم كنحتفل بالتراث المغربي، تراث اللي كيمثل مناطق مختلفة ديال المغرب اللي كتبدأ من طنجة حتى القويرة، بما فيها منطقة الشمال، منطقة الشرق، منطقة فاس والنواحي، الدار البيضاء، سوس وإلى غير ذلك. هذا النشاط كيعرف بالثقافة المغربية وبالتراث المغربي، وكيجعل أن المؤسسة تكون منار ماشي غير للدراسة ولكن حتى الأنشطة اللي كتجسد لهم وكترسخ لهم انتمائهم لبلادهم ولتراثهم.